يعني الآن الكتاب الغربيين أو أعداء الإسلام دائما ينعتون الإسلام بأن عبارة عن هجمة بدوية مهمتها شفك الدماء الحرب، والواقع هذا تعدي ومغالطة وابتعاد عن الواقع، لأنه الأهداف اللي عادة تكون أهداف للحرب ما كانت عند الإسلام. هي شنو أهداف الحرب؟ مثلا أكو عندنا بعض الباحثين الغربيين، أكو مثلا ليبولد جوهر، هذا يعتبر من كبار الباحثين، هذا يقول أن الشعوب والأمم تعتبر أن الحرب إلها أسباب. يعني أكو عد الشعوب مجموعة 9 أسباب، كل شعب من الشعوب عنده سبب للحرب. المهم ما أرد عد النظريات، لما نرجع 9 نظريات موجودة، اللي يحب أكو كتاب انهيار الأمم إلى هذا اليوبول، والكتاب شوية جدير بالمطالعة، بس كل هالأسباب اللي يذكرها تتداخل. لكن أنا اللي يعنيني منها شنو؟ اللي يعنيني هل أن الإسلام عنده سبب من هالأسباب اللي جاي يحصروها ب9، هذا السبب يدفع للحرب؟ أبدا. بدليل شنو؟ بدليل فقهاء المسلمين يقولون أن الجهاد اللي يدعون إليه واللي يسبب الحرب، الجهاد هو عبارة عن إعلاء القتال في سبيل إعلاء كلمة الله. إعلاء كلمة الله شنو؟ يعني نشر قانون السماء الذي يحقق العدل في الأرض. كيف؟ قانون السماء اللي يحقق العدل بالأرض أولاً يستهدف أن يشبع حاجة الإنسان، ما يسمح أن يبقى واحد جوعان يدور لرغيف ما يلقاه، واحد مدخوم ما يدري وين يدب الطعام، زين؟ لا، يريد توازن أكو موجود. في نفس الوقت ما يريد واحد يستدل من أجل نظرية باطلة، لأن معظم الحروب أحيانا قد تنشأ من نظرية عنصرية، يعني أنا من شعب متميز وهي الشعوب الباقية اعتبرها عبيد،